قد عرفت منطقه نفوذ وكاله الحوض المائي لوكوس خلال السنه الهيدرولوجيه المصرمه عجزا في التساقطات المطريه قدر ب 35% مقارنه مع المعدل السنوي العادي. وتجر الاشاره الى ان هذا العجز تم تسجيله للسنه الخامسه على التوالي، مما انعكس سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينه السدود بهذا الحوض. ويستمر هذا العجز المائي بالنسبة للسنة الهيدرولوجية الحالية التي عرفت إلى غاية فاتح مارس 2024 عجزا بلغ 35% بالنسبة للتساقطات مقارنة مع السنة الماضية بنفس الفترة. وقد وصلت نسبة الملء بحقينة السدود بهذا الحوض يوم فاتح مارس 2024 42.7% مقابل 59.4% في نفس اليوم من السنة الماضية. وأمام هذا الوضع تم اتخاذ العديد من الإجراءات همت بالخصوص تأمين زويد الماء أسعار الشرب والصناعي في ظروف عادية للمدن والقرى، كما تم تفعيل دوريات وقرارات وزارة الداخلية محليا وكذا دوريات السادة الولاة والعمال لتتبع حالة الموارد بالحوض.